اوعى يا حكيمه زياش هوبا يا دخيا يا ريس الجنبة جون ريس جون ريس يا نهار ابيض فيرنر بقى حاجه ابص ايدك بقى يا راجل الحمد لله الحمد لله عاشك وبس الماتش حلو لا 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 الماتش حلو قوي يا اخي يا حمار يا متخلف عبيط يا غير متخلف بس ممكن ما تصوتش عشان انا عندي صداع والنبي انت ليه حاسك بتعمل حاجه مريبه لا ما بعملش حاجه بس كده بقى يا عم بتشوف يا عم بس ان شاء الله هو في حاجه تتشاف انا براجل ويسخ لو عملت لايف رياكشن تاني تشيلسي يونايتد اهلا بيكم يا رزيعه في حلقه جديده من حلقات ترازع اوروبا وعوده اللايف رياكشن وعوده احمد كمال الى الكنبه وعوده احمد عصام مره اخرى الى الكنبه ايوه ايه الشيء الدنيا على ايه الدنيا بتقول ايه فوق عندكم بينافس يا باشا لا لا ده بقى ايه جو الحسد والقرف انا بقى ما بحبش بقى الجو ده انت على حسب انت بتنافس كده وتاني وليستر خسر انا بعيد انا بنافس على التوب 4 انت طموحاتك اكبر مني عندك رد ولا كمل الحلقه ماشي انا طموحاتي كبيره النهارده حلقه ناريه النهارده هنتفرج على الماتش مع بعضينا واحد تشيلساوي ويتميز بالبرود الاعصاب والحكمه وواحد مانشستراوي من صفه الجمهور اقول ولا ما اقولش قول اقول قول يا باشا بلاش عشان جماهير مانشستر برضو حرام يعني ما 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 يعني ما يتشكوش فيك انت المهم اعمل لايك لو الحلقه دي بتحبها وعايز منها اكتر الاسبوع ده مليان دوري انجليزي قولوا لنا عايزين لايف رياكشنز ثانيه على ماتشات ايه قولوا لنا كمان حلقه رزع اوروبا المجمعه تنزل امتى وتنزل بقى بانهي ماتشات انتوا عايزينها سيبوا لنا كل اللي انتوا عايزينه في الكومنتات محدش هيمنعكم باي حاجه ويلا نشوف ماتش تشيلسي ومانشستر بص بص وايه اللي هيحصل بص تشيلسي بص تشيلسي هو هيلسع من بدري ايوه ايه رايك بجيرو يلا والله العظيم تشكر على دي صفقه هايله ما قلتليش يعني يعني حاسم في دوري الابطال لا رد انت عليا انا ايه هو جيرو ده صحيح لا انت اللي ترد مش هو عايز ايه انت ايه الحوار ده ايوه عايز ايه ايوه يعني ايه الحوار يعني يعني انتوا كان عندكم بنزيما فايه ده الراجل بيجيب دبل كيك ايه ده بره ارضه ايه ده بس على نفسك أيوة. واخد معانا جايزه افضل هدف في العالم لا كان هدف حلو الصراحه خلاص اسكت بقى اسكت بقى بص طب انت هتشجع مين الماتش ده مالكش دعوه بتكلم بجد النهارده تشجع مين مالكوش دعوه لا تفرق غريمك التقليدي ولا ايه غريمك غريمي اللي هو مين لندن لا انت غريم يالا لا انت مش غريم يا عم انت حبيب انت حبيب تضحك قوي لا اصل يعني بيعاملك بطريقه مش حلوه الصراحة. ليه يا عم في ايه انا شايف ده تشجعني ضده يعني بص بيعاملك ازاي انا كسبان ليستر يا نوش بفريق الاحتياطي ولا مش عارف احط رجل على رجل مش عايز تيجي بفريق الاحتياطي ايوه النهارده في الكينج باور ستاديوم عرفت تعملها يالا سألوا تكام اه عادي تالي عملتها انا ما زلت العاشر بس الفرق قرب اخير قرب. انت اخير لندن انا اخير لا انا في تحت فولهام لكن ويست هام يا عيني بعيد لا ويست هام بعيد 8 نقط طب توقعات 0-0 للاسف يعني للاسف صفر لو 0-0 يبقى مفيش رياكشن للاسف يعني. انا هلغي الرياكشن للاسف بقى. انا ده توقعي الماتش كل ما تجي لي الماتش يطلع صفر. لسه اولا عشان جيت لايف رياكشن معاك ثانيا ان يونايتد مع الكبار برضو بتعمل ماتش رخم كده طب وانت توقعك مش انا متوقع تعادل بس مش 0-0 1-1 ممكن حلو 1-1 تبقى لذ يبقى الماتش احلى حتى عارف يعني 1-1 مش زي ميلان اللي هتاخدها رايح جاي يعني انا برضو بخبط في جمهور ميلان عشان تردوا عليه ده الكلام اللي مبعوت لي على الواتساب يا عم كلام بيني وبينك على الواتساب انا اتكلمت قدام الكاميرا وقلت حاجه لا عادي إيه؟ انا ثقه وانت اشتمتوا مش ثقه يا عم ثقه يعني اقول لك ايه ميلان هاخدها رايح جاي زلطان برضو زلطان ماشي. انا بقول بقى بص انا رايي انت تعدوا عملها لها بص هيعدي بس هنشوف يعني مش بالصوره اللي هي بتاعت رايح جاي انا نفسي محترم جدا اولمبياكوس ومش قادر اتكلم ايوه ماشي عشان خرجتك السنه فاتت والسنه دي خلي بالك بقى عندهم بقى كوكا بقى مولع الدنيا انتوا في مره دي مارون لما دستوش على وشهم بجد بتهزروا والله كوكا لو ما جابش جون ابقى انا راجل ايه ده رودجر بيعمل ايه يا جماعه رودجر رايح يجيب جون انا قال له انا رايح فعلا اجيب والله ده رودجر هايل سؤالي ليك يا ابو حميد اسالني يا باشا توخيل ايه الكلام والله بص انا يعني لسه مش فاهم توخيل ده خالص بس هقول لك على حاجه اتفرجت على فيديوهات كتير قوي ليه بريس كونفرنس هو بيتكلم راجل فاهم كوره بجد كويس حلو النقاش شكله شاطر عشان يبقى ممل فنعمل نقاش كروي الناس ايضا تستفيد حتى لو الماتش 0-0 فقول لي يا عم لسه 6 دقايق لا بس شكله ماتش مش حلو توخيل فاهم كوره وفي ميزه ان هو يعني بيتغير لو الماتش اتغير بيعرف يتعامل مع الماتش في نص الماتش وانا بحب المدربين دي اللي هي مش ايه
مش انا حافظ طريقه هنزل بيها اقفل بيها طول الماتش، لكن اللي هو بيعمله بجد ملخبطني فشخ. طيب ان هو اصلا مش عارف هو بيعمل ايه، عشان هو عمال ينزل ناس ويلعب ناس انا مش عارف بناء على ايه، يعني حتى مش بكريتيريا ماتشات صعبه او سهله. انت مش شايف ان ده مثلا فتره استكشاف؟ هو برده اللي مش عارف حد، هو برده بيدي كله فرصه من اول وجديد. يعني مثلا شفنا الونسو، شفنا اسبيليكويتا وروديجر، الناس دي كانت ميته، وحتى يعني دخل تاني جورجينيو في الموضوع، دخل ناس يعني كذا حد ابتدى يلعب مكان كان ميت مع لامبرت. بص انا معاك في دي، بس هقولك على نقطتين بالظبط. اولا في ناس لعبت ما كانش المفروض تلعب اصلا ومش عايزين تاخد فرصه، زي مثلا كيبا ده مش عايز ياخد فرصه برضه ولا هو يلعب. عايز يقول انا ماليش دعوه بقى يلعب في كاس، ما يلعبش دوري، في اساسي في دوري. الناحيه الثانيه ريس جيمس مظلوم، يعني ريس جيمس بجد مظلوم من 6 7 شوط اللي اتلعبوا، هو يمكن بدا 2 اساسي. تشيلويل نفس الكلام. أوه. ده مش روتيشن، ده ولا استكشاف، هو كده الونسو هو الاساسي النهارده. يعني الحمد لله تشيلويل هو اللي بدا، فهنشوف اللي يحصل بعد كده. بس الفتره اللي فاتت تشيلويل مش هيسكت لان عنده يورو، مش هيسكت طبعا، هو تشيلويل المستقبل خلي بالك. يعني الونسو برده كبير، ولا مارينا هتسكت لان هم ما عندهاش. ده اللي انا كنت مستغربه بقى، ده اللي انا ما كنتش فاهمه. طب انت انا لو مكان ساوس جيت السنه دي مثلا هاخد لوك شو عن تشيلويل طبعا. حاليا بالفورمه دي كده يعني لوك شو ماشي احسن، بس انا وجهه نظري كليفت باك بقى عامه في المطلق لا تشيلويل احسن. يعني على الاقل اصغر، بس هو السنه دي انا هتاخد على حسب الفورمه. لا لوك شو روبرتو كارلوس مش عارف من ساعه ما تيلس ما جه. اقول لك على حاجه تلخص الموضوع ده. خلاص كنا بنتكلم فيها حتى امبارح والله العظيم على الشات كلوب هاوس. عملنا رزه واحده رزه اوروبا كانت لايف على كلوب هاوس يوم السبت، بنطلع يا جماعه تابعونا ونسيب لكم برده اللينك. اتكلمنا في ايه؟ اتكلمنا ان يعني هي مش بالفورمه، صاروا بالفورمه هتاخد ساكا على راشفورد في المنتخب، هيلعب ساكا. ما هو ساكا فورمته احسن، صح ولا غلط؟ لا بس صح. ده في حته وده في حته، ده ممكن يلعب باك شمال وينج وبتاع. تيجي على المنتخب هتقول لك لا انا لازم العب راشفورد، الراجل فاهم النجم اكتر البتاع. انا بتوقعاتي كده. لكن هي نفس بالظبط لوك شو شيلويل، اكيد شيلويل هو الامن، لكن شو مقدم موسم جيد بس ما اظنش ان هو هيبتدي. خلي بالك شو في بطوله مقفوله كاموليا، يعني ماتشات ورا بعض ورا بعض ورا بعض، لا شيلويل يفيدك اكتر. يعني شو هيقع منك بدري. ما عيدها. انا هو مش هو انجلترا فيها كتير باك شمال برضو الصراحه، كتير قوي كتير قوي، ويمين اكتر بكتير. انا بقى لو مكان ساسو انت بقى فاهم، عندك ارنولد بيساكا استقيل. والله فعلا الموضوع بقول لك ايه، تفسيرك من الباك نص الملعب ايه الكلام الهجومي بقى خصوصا يعني. لا عندك جريليش وماديسون وفودن وساكا وماونت وايه يا جماعه، وماديسون في وكلهم زي بعض ايه يا جماعه، وكلهم نفس الليفل وقدام كين وكالفرت لوين الاحتياطي بتاعه، وعنده ابراهام وعنده راشفورد وعنده واتكنز، على كده العيال دي كلها انجليز يعني. وساكا يا جماعه هاري ماجواير ستيرلينج، يا جماعه احنا ناسيين ستيرلينج اصلا فاهم حاجه. يعني انت ناسي ستيرلينج كده اساسي. دي جوندي دي واحده بشمالك. اوعى يا حكيمه زياش، لقيت ليها كيميا. انا قلقت يا عم في حاجه. نبدا نبدا ايه ده دي اولى على ادوي الاول. لا اولى على ادوي ايه ده، دي بينالتي يا اسطى المانشستر. ده هيرجع ده احمد كمال طلع عنده حق. استنى بس استنى بقى. لا بقى كفايه ضربات جزاء بقى يا عم بقى. ده هيرجع والله. ايوه انت لا يا جدعان لا 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 والله البس الاول اوتسون دول يا عم لسه هنشوف يا عم، دي مشتركه يا عم مش فيه ماهيش فيه غيا. لا 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 بص الوضع عمل ايه، فكك يا حكم بص الوضع عمل ايه، الجو حركات الفكسانه دي والله ما بياكلش عيش الكلام ده، فكك بقى. لا برونو يا اللي متربل كابتن برونو، انت متريبل ده؟ انا مكمتده عادي. عادي عمر خالد، عمر خالد متريبل متريبل كابتن. ضرب نو ضرب نو جزاء. قال ايه قال ايه وش ضرب الجزاء قال نو يا عم، مش عمل نو كده ولا عمل كده ولا عمل ايه نو يا جدعان والنبي بس ما تفولوا. نو هاند بول يا عم، نو هاند بول يا عم. طيب انا قلت ما تفولوش. ايه بقى ايه ده، قلت ما تفولوش. شفت بقى بص العين الزرقاء اللي على الكوره. شفت بقى قلت ما تفولوش. هو الماتش ده بيوحي للصفر صفر. لا ما انا مش والله يا ابني عاملين بقى رياكشنات كده وجاي مأجرين كنبه حمراء يعني بص انا او سلمى هنا على الكنبه دي اعرف ان صفر صفر واحد صفر حاجه في عارف في الرينج. الواد عمر خالد ايه اللي بتضرب معاه ايه 8 ارقام في السماء في السماء ثلاثات. بصراحه برضه كويس ان هو مش موجود في الحاجات دي عشان كنت بخسرها كلها، فاللي هو الحمد لله عدت على خير. بالظبط. انت ليه حاسك بتعمل حاجه مريبه؟ لا ما بعملش حاجه. حتى رد مريب عامة صح؟ والله حسيت ان هو بيعمل حاجة مريبة جدا كده. انت عملت حاجة؟ ما عملتش أي حاجة. والله بجد والله أنا بقول لك ما عملتش أي حاجة. أيوه يا برونو عاقل، يا برونو عاقل. راشفورد كاد أن يفعل. لا شكله مش في يوم إن شاء الله. يونايتد هيجيبه هنا؟
هو ده شجع يونايتد برضه ولا شجع لا هو هو قاعد كده فيرنر الشوط الثاني ماشي هيعمل كل حاجه ماشي الا انه يجيب جول ماشي تبقى عارف بس يعني خلاص لكن ممكن يغمز لو لحد كده ماشي ممكن يغمز لحد عادي طيب. لكن هو مش هيعمل بيهزق مين ده حد من هو بيعملوا معاك كده ليه مرة؟ انت بصيلي يعني ماتش يونايتد وتشيلسي جت سيرة التهزيق قالك ارسنال التهزيق قالك واحد ارسنال طب يا رب تولعوا ممكن الشوط ده نخلينا في حالنا وملكوش دعوة بيا ونشوف الماتش المنايل اللي بس هو ماتش ممل فاحنا بنسلي نفسنا بنسلي نفسنا نعمل ايه طيب؟ بتتسلوا على الفقرة اللي قاعدة في النص ايه المشكلة؟ ايه القرف ده؟ اتفرج على ماتش عيرر اصلا ما شفتوش الكورة بتاعتنا في الكينج باور والله صراحة عجبتوني النهاردة لا لا بصراحة بقى ماتش بنفيكا بقى مين ده مين ده وبيبي ويليان وبتاع وهات خد وايه وجول والتاني والتالت وهو ينزل يعمل كوره وتقول اه وايه ايه يا عم ايه يا عم خلصت خلاص وانت شاري لي هافرتس وفيرنر وحكيم زياش او مش عارف تعمل واحد اتنين كده واحده اتنين كده انا هعمل واحده اتنين كده اخش ان شاء الله يا رب دور الثمانيه في دوري الابطال تعرف تعملها انت دي يعني دور الثمانية تخيل بقى وانا هوصل لدور الثمانية كان في اليوروبا بس بصراحة والله لسه كنت اقول لك انت عملت ماتش حلو ضد بنفيكا عجبني قوي إيه عجبني قوي اتفرج عليه كنت اتفرج عليه لايف عجبني قوي قوي بنفيكا مش سهلة اعصاب عامة والله هم بجد كويسين بنفيكا كويسين تضحك انا ساكت انت اديت انت اسبانيا على عينها مش هتكلم يا كبير اسبانيا وانت مديها اسبانيا على عينها احنا هنا بريمير ليج بريمير ليج كلنا عيب عليك يا مشرفين مشرفين لندن يا باشا احنا توجذر بره زي الاهلي والزمالك كده يقول لك ايه بنمثل الشعب وبتاع الناس انا واخويا على ابن عمي وانا ابن عمي على الغريب انا على فكره والله العظيم من الناس اللي هي بقف مع انجليز بره وانا والله هو عشان الدوري بتاعنا من الناس دي وانت انت من الناس اللي انا كده كل الناس عارفين يا باشا انا من وانا صغير بشجع انجلترا كمان برضه لا انا مشجعش انجلترا الصراحه يعني بس انجلترا غصب لا بحبهم بس مش عارف انا كنت بشجعهم يعني اهو ايه الكره بتاعت طيب ما شفت ما شفتش تلول من الدعايه اللي ورا دي الازرق افتكرته مش موجود هوبا يا دخيا ريز الجون بقى جون هاريس جون هاريس يا نهار ابيض يا نهار ابيض ايه دخيا من امتى الكلام ده اللي دخيا شاله ده اللي دخيا شاله ده يا لهوي يا نهار اسود على الريفلكس يا نهار اسود على الريفلكس بص جيرو جيرو بيقول له يا ابن اللذينة بيقول له ايه ده اللي انت عملته ده ايه ده لا 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 يا جدعان دخيا مش صدت السيزون دي مش ممكن يا رزل يا رزل دي في عكس اتجاهه يا جدعان ده هو خلاص كان رايح شمال ده راح يمين وقام شاريها كده وانت يا رزل فقها في سقف ما شفتش مصطفى محمد بيعملها في العرض زياش حطها حلو بصراحه زياش لا زي بتكلم على اللي بعديها عكس الاتجاه خالص لا زياش حطها حلو بس كان ممكن يزويها اكتر عارف الشمال اكتر ممكن كانت تقتلها طب انا هسالك سؤال وده اصلا يتعمل عنه حلقه عامه انا شايف انه لازم تعمل عنه حلقه بعد كده ماشي لازم تشوف تشكيله تحط التشكيله المثاليه لانجلترا وتختار لي واحد في ماديسون وجريليش وفودن وماونت وساكا حلو وهندرسون معاهم بقى حط وتبقى خناقه حط هندرسون وديكلان رايس وكالفين فيليبس عشان بقى فاهم بالديفنسيف ميد فيلد كله نص الملعب هتختار لي ثلاثه من دول لا او اربعه كله بقى والتشكيل كله بقى اصعب واصعب بقى يعني اصعب لو الحلقه دي عايزينها يعني تحت في الكومنتات نعمل خناقه منتخب انجلترا ولو عجبتهم نعمل خناقه منتخب البرتغال دي هتبقى حلوه جدا بس البرتغال خلي بالك اسهل شويه لانهم 11 بالنسبه لفرنسا برده يا جماعه نجوم خلاص فرنسا برده بس فرنسا لعلمك فرنسا كبروا عامه كانوا صغيرين وبداوا يكبروا والله الجيل مش وكمان مش احسن حالاتهم يعني جريزمان واقع بوجبا واقع ما عندهمش ديفاران ايوه بس دول يعني في مليون واحد فاهم كل دول مش في عندك كومان في عندك كانتي واقع فتلاقي كل لعيبه فرنسا الداون جريد بتاعها السنه دي مبابي يعني مبابي ده في حته لوحده هو وكومان شغالين دول اهو دي جون دي ولا ايه عارف حتى هيك الجون انت بوظتها اصل بص الراجل رفع الرايه وقال لك انت غبي يا احمد يا جيمز يا غبي فاهم اوف سايد يعني ايه رايك بقى في عك كروي بيحصل هو الاثنين خايفين يخسروا بس انتوا اكتر يعني احنا بنحاول نهجم شويه يا اخي عندي احساس كده كمول ان احنا هنخطف جون مش عارف ليه يا عم احنا احسن في الحاجات الصغيره دي اللي هي 1 تو 1 دي احنا احسن لا انتوا ربك يكرم حاليا ماسكين الكوره زي ما احنا مسكناها اخر 5 دقايق في الشوط الاول كنا احسن بتضرب من معاك معاك بس يعني عارف اللي هي لما بيتخانقوا على كوره كده بنكسب احنا فيها ف يا مسهل
يا راجل. الحمد لله الحمد لله. سنة دي كانت ترشه، دي هي بترشه، هي شماله كويسه، الواد ده شماله كويسه الصراحه. جرينوود خطير جماعه. بمناسبه الماتش يعني ما هوش لا ما تتكلمش عن حاجه لو سمعت. انا عايز اتكلم عن حاجه. فكره التوقيت بتاع الماتش اللي احنا يعني توب كومنت في كل حلقه رياكشن يا جماعه، انا مش لاقي حل. ممكن تقول لي حلول؟ فكره ان انا اجيب ماتش دي حاجه عشان نتفق عليها، انا مش هجازف بالقناه ان انا اتخذ كوبي رايت واعمل حاجه مخالفه لقوانين اليوتيوب، فانا مش حابب بصراحه اروح في الحته دي. عندكم حلول يا ريت تقولوا لي، يعني بدل ما الطلب بيبقى موجود انا نفسي حل المشكله ونفسي اعالج ده، فيعني ساعدوني. لو حد عنده اي اقتراحات فكرنا نحط تايم برضو لانها مش هتنفع قوي، مش هتعرف بالتايم. بنحاول نوصف الهجمه، اوصف المهاجم الهجمه زي مذيعين الراديو بقى، فاهم؟ ليه عايز عمر خالد بقى باشا اللي هو بيحاول يوصفلك الحاجه انت بتبرق كده انا عشان هجمه انت بتبرق هجمه 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 ماشي يا اخي ما تعزي. بس 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 ممكن ما تصوتش عشان انا عندي صداع. والنبي يا اخي. ايوه يا مندي، ايوه يا مندي ولد يا مندي، عاشك وبس. الماتش حلو، الماتش حلو. لا لا الماتش حلو قوي. ماشي ابتدوا يهاجموا، ابتدوا يهاجموا، ابتدوا يهاجموا عبدالله، هم يهاجموا على طول. ده كانوا يدوك في اتنين دلوقتي. تعرف المشكله في ايه يا حسام؟ بجد بجد قول لي يا باشا. انا نفسي برونو يجيب حاجه لان انا عنده في عندي في الفريق، عندنا كل الناس يا ابني مش هيفرق معاك في حاجه والله. هي نقط نازله للجميع. اه بالظبط للجميع، كل الناس، فعادي صح. غير بقى اللي عامله الكابتن او تريبل كابتن ماشي ده. طب يا رب ما يجيب حاجه. بالظبط. نعمل ايه تاني طيب؟ كام رفعه عشان تيجي يا اخي؟ يا حمار يا متخلف عبيط. بايخ وحش قوي النهارده، بايخ وحش قوي. في ماتشات بيبقى مش يوم، وحش مش يوم. الماتشات اللي بيبقى يوم فيها مش يوم، وراشفورد بيبقى عايز يتقتل بجد. هو وحش قوي يا بيعمل ماتش يا ماتش رهيب. حلوه ماونت والله العظيم، كانت تبقى خرافيه ماونت والله، حاجه هزار خرافيه، وكانت هتبقى اهانه وكده حاجه. يا غبي يا جيرو، يا بقى جيرو غبي دلوقتي يا عم. بس ده بيصدها يا عم. ده جنبلك واحده. طب ما انتوا حلوين اهو بتلعبوا كوره اهو، كملكم بقى يا شباب بقى. مفيش اللحله ده، الماتش واحده هنا واحده هنا. سخن سخن الحمد لله يا عم، ده كان ماتش ممل يا والله. مندي 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 حلوة. لا حمد حلوة 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 بصراحة. فريد حطها ايه ده؟ بص شفته قالي مش مصدق. قالوا ايه ده حلوة قوي. ايه ده؟ ايه الحلاوة دي؟ هو بيضحك. ايوه بالله برافو يا ده قوي. اللي هو ايه ده؟ مفاجأة. لا اصل هي لفت يا جدعان. قالوا ديفيد بيكام. ايه ده؟ تريبل كابتن بيروح، تريبل كابتن بيروح. احنا اللي بترابلتين كابتن برونو. عمر خالد بيندب حظه بره. شكرا للزميل مروان سري. استنى ان شاء الله تشيلسي تخليهم لكم نقطتين بدل ثلاثه. استنى ان شاء الله بعون الله. خليك في حالك بالابيض. بعون الله بالابيض. شفت السنس الواد جاي يشجع تشيلسي لابس ازرق؟ شفت؟ انت مش لابس احمر ليه؟ انا السيل اوي بتاع مانشستر. عشان اكتشفت ان كل ما اجي البس تيشيرت مانشستر او حاجه حمراء بخسر. يعني يا متعادل. رفع الرايه البيضاء. بس انت راسك حلوه قوي يا مروان، مش عارف ليه كده جميله. خلاص بقى يا عم دخيه بقى. هو انت بتصوت في الحالتين؟ اه يا عم ده كان بيصوت ساعه ماتش الاهلي والبايرن والكره في نص ملعب البايرن. يا عم هتسكت بقى. اقطع يا ابني. هو خلاص بقى انا عندي احساس بقى ان الاثنين قالوا ايه؟ وصلنا الدقيقه 80 على 0-0. يا ريت ما نغفلش بعض. يا عم بتشوف يا عم بس ان شاء الله. هو في حاجه تتشاف؟ دي نظره ذئب دي. نظره واحد مهزوم. سولشاير اقسم بالله يعني ماشي يا عم اسكت ومالكش دعوه. والله العظيم يا جدعان ارزاق ارزاق. الفريقين عامه لما بيمسكوا الكوره ما بيحلوهاش. يعني بيقعدوا بيها فاهم ربع ساعه يروحوا مدينها لليونايتد، ياخدوها ربع ساعه يروحوا مسلمينها لنا. هيجي الجول، هيجي الجول. خلي بالك انا التقبيله اللي قبلتها دي بيجي فيها جوان. فيرنر بقى حاجه. ابص ايدك بقى باي 2 جنيه اللي جم بيك. بس اي حاجه ايه كيمو؟ خلاص يا عم هو كسب، مبروك يا عم. انا همشي. مين ده؟ انتوا كسبتوا خلاص. بلاش بقى الحركات دي بقى، بلاش الحركات دي. ايوه انا بعمل الحركات دي. ما انا عارف. بس في ضربه جزاء انا شايفها على تشيلسي. لا شوفها انت بقى. حق يتقال يعني. قولوا لنا يا جماعه عشان الموضوع ده هو سؤال الحلقه يعني. انا برضو مش عارف رد فعل الناس لان الحلقه دي بتصور على الماتش. فانا شايف ان هي ضرب يعني على حسب قانون الفار اللي بيحصل في انجلترا هي ضربه جزاء. شوف جونو بديك حق ازاي. ربنا يخليك والله جدع. شكرا. لا عايز اسلم عليك. انا بسلم حبيبي. شكرا ربنا يخليك. طب اتفضل. سلامه سايق. ودي هناك، ودي هناك. ولا حاجه ولا حاجه ولا حاجه. فرقه فاضيه يا حكم والله. يا عم فرقه فاضيه ايه؟ خدت فاول يا ابني. يا ابني مش فاول يا ابني. اسكت يا ابني انت اللي ورا الكاميرا انت. ايه الواد ده اللي هي لا يا عم انا ما قلتش حاجه. انا ما قلتش حاجه. انا غمزه.
انت حاسس ان انت طالع ها؟ قمت لقدام كده لعبت ماسكه الدراع اللي قدام دي في حاجه ان شاء الله تبقى الناحيه الثانيه باذن الله. بس 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 بس, بس. طبعا كورنر ازاي يا عم؟ انا بقول كورنر. بص كشر دلوقتي بقى مكشر. لا هو قال لي بيبص اللي هو في ايه يا جدعان احنا متكلمين على تعادل. انا محتاج نقطه الماتش ده في ايه؟ انا هبقى اصل انا كده هبقى اعلى من ليستر بنقطه فهبقى تاني قوي. تاني قوي يا ابن في غمزه ارجع اسبيك ويت الله يكرمك. الله يا ابن الحمار يا متخلف. الله يا كنتي. كنتي مش ممكن. كنتي مش ممكن. ايه يا سلام لو كان مارسيال حمار. بتقول ايه؟ ارفع واحدة اخيرة خلاص. ارفع واحدة اخيرة. الهجمة مش هتقف هنا اكيد. اهدى عليهم. اهدى. مش هنخلص. هو بص هو قلتلك 0-0 والله يا ابني. يونايتد بتقتل اي ماتش في التاريخ. انا براجل وسخ لو عملت لايف رياكشن تاني تشيلسي يونايتد. انا لعيب فيا انا تصدق بقى. لا فيا انا اللي فيا انا والله يعني فيا انا للاسف. احنا الاثنين قلنا فينا مش هتقول انت واحده فيا انا. متضايق. هو في فريقك عامه برضه يعني متضايق. لا يا عم مش يا عم انا لاقيني على فكره هجمت اكتر منك. انت لا يا عم حضرتك بتاعتك من ليه يعني بس انت كل ماتشاتك كده يعني 0-0 اللي هو ايه امان. انتوا سايبين لنا 90 دقيقه وجايين تتخانقوا دلوقتي. امان والله. عشان ايه ده جايين يهربوا بقى يعني. شكرا ليكم جدا واتمنى اتمنى اللايف رياكشن يكون يعني احنا اتكلمنا في نص حاجات خارجه الماتش كانت لطيفه قوي. عايز تعمل لايك ما تعملش برده دي حاجه ترجع لك يعني. وكل سنه وانا طيب بكره عيد ميلادي. كل سنه واحمد كاموريا يعني ممكن تيجي اخر يوم في الاخر. يلا ابي بيتزا. يلا حالم بلم بلم حي ابو الفاصل يا كاموريا. هيكون عيد ميلاده الليله اسعد الاعياد يا كاموريا. يا ابو الفاصل وكفايه رد عاوي لحد كده ماتش جامد. عيد ميلاد اللي كان هنا عيد ميلاد مين؟ كان في تورته وعيد ميلاد احمد كمان. ايه يا عم؟ اوبا يا عم. حي غرفه لا 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 ل